قصة الفساد في العراق، تاريخ طويل من هدر أموال الدولة على مشاريع معطلة وخدمات مفقودة. معلومات ووثائق يكشفها برنامج الحرة تتحرى حول دور أحزاب وميليشيات في استغلال نفوذها داخل السلطة لتحقيق عوائد مالية ضخمة. تضاعف حجم السرقات في العراق بعد أن تضاعفت سطوة الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران. الفساد كان عبارة عن عمل فردي، بعدين أصبح ظاهرة. الآن الدولة كلها غارقة بالفساد. يعرض تقرير الحرة تتحرى أيضاً أمثلة على تقاسم الأحزاب للصفقات والعقود الحكومية وتحويل المؤسسات والشركات المملوكة للدولة العراقية إلى أملاك حزبية يتم التصرف بها دون أن تكون هناك سلطة عليا تراقب أو تحاسب. هذه الشركات هي في الحقيقة، وحتى كذلك بعض المصارف، بعض شركات التحويل المالي، هي واجهات للأحزاب السياسية، وبالتالي هي ذراع، نقول الذراع القوي للجان الاقتصادية للأحزاب. يكشف التقرير أيضاً الطريقة التي يتم من خلالها تهريب العقود الحكومية إلى شركات صغيرة ومقاولين يرتبطون بشبكة المصالح المالية التي تديرها أحزاب السلطة. يختص بالإعلام موضوع الفساد إلى جهات رقابية، إذا دخل الإعلام نعتبره إحنا ابتزاز، فهاي نصيحة لك يعني قبلك دجلة همدة تشتغل وتنشر في سبيل تعدد فوري. على هذا الأساس يعني نصحك أنه ما تدخلون بهذا الموضوع. لا يختلس الفاسدون أموال الدولة العراقية وحسب، وإنما يقومون بتبديدها بشكل متعمد، الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في إضعاف الاقتصاد وتدمير البنى التحتية للبلاد.